ممتاز، بارك الله فيك. الأخت أم حاتم كانت تسأل شيخنا قبل ذلك، الأخت أم مسألة تقول إذا عملت عملا كالصلاة تقول أعتقد أنها لا تقبل مني هذه الصلاة. أولا القبول ثلاثة أنواع: قبول إبراء ذمة، وقبول تحصيل ثواب، وقبول ثناء من الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. قبول إبراء ذمة، يعني تصور لو أن الإنسان صلى وأتى بالأركان وبالواجبات، هنا برئت ذمته ولو لم يخشع في صلاته، تبرأ ذمته. إذا قبلت قبول إبراء ذمة، لكنه يحاسب على إهماله في ترك الخشوع. النوع الثاني قبول تحصيل ثواب، أتى بالواجبات وبالأركان وخشع فيها، هذا يحصل له الأجر. قبول ثناء، وهو أنه يقوم بهذه العبادة فيرتقي بها مراتب من الإيمان فيثني الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى. ولذلك قال عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. يعني بعض السلف، وهذه تروج، يقول: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين لهنأت نفسي. قيل له: لماذا؟ قال: لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. القبول هنا ما هو قبول تحصيل أجر ولا إبراء ذمة، لا، قبول ثناء منه عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. وذكر هذه الأقسام ابن القيم، ذكر هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله. فالشاهد من هذا أنها متى ما قامت بالأركان وبالواجبات فصلاتها مقبولة، وأخشى من خلال سؤالها أن هذا وسوسة، وربما تجر هذه الوسوسة إلى غير الصلاة، ربما لو تصدقت، ربما لو قرأت القرآن. وهي ذكرت شيخنا إذا عملت معصية ثم أتت تصلي أن الله لا يقبل منها صلاتها. لا، فلتطمئن وتريح نفسها، وفضل الله عز وجل واسع، ولا يجوز للإنسان أن ييأس من روح الله وأن يقنط من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان إذا كان نصب عينيه الخوف الزائد غير المنضبط شرعا، فإنه يولده هذا إلى أن ييأس من رحمة الله عز وجل.